وتتكفون مصانع لعلكم تخرجون وإذا بطشتم بطشتم جبارين كركرا
فتقل أوابيون فتقل الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا كنوز الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهما إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.